طيب معايا دلوقتي على الهاتف مكالمة مهمة جدا، هبارك له بس عندي أسئلة ليه مهمة جدا جدا. الأستاذ وليد عرفات الفائز في انتخابات نادي سموحة، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك كابتن شادي، ازي حضرتك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله، ألف ألف مبروك، ربنا وعندي يخليك كابتن مجموعة من خيرك. الأسئلة مهمة لحضرتك. اتفضل كابتن تحت امرك طبعا. طيب في الكواليس واحنا بندور في انتخابات سموحة حصل لغط كبير جدا، وانت يعني ملقب بالثعلب زي نجمنا حازم امام في نادي الزمالك، استاذ محمد مجاهد، الاستاذ فرج عامر، مشاكل كتير، كلام كتير في اسكندريه، لكن دايما الجمعيه العموميه بتدور على الاستقرار. يجي وليد عرفات الثعلب يروح فايز بانتخابات سموحه، متفق معايا على اللي انا قلته ولا لا؟ لا يعني هو مش تعلم مش قوي كده يعني، بس هو ربنا كرمنا طبعا. احنا ايوه من ساعه ما بدات الانتخابات وانا اتفقت انا والحمله الانتخابيه بتاعتي ان احنا مالناش دعوه باي حاجه، احنا مش طرف في الخلاف، احنا نشتغل على الارض، نشتغل بهدوء لنفس طويل، هو اللي هيكسب، الهادي هو اللي هيكسب، دي كانت سياستنا. اشتغلنا مع الاعضاء والاتصال المباشر بالاعضاء، وما دخلناش في مناطرات مع حد، ولا دخلنا في خلاف مع اي حد خالص. وعشان كده كنا يعني دايما كنا ثابتين على الارض، والمجموعه الانتخابيه بتاعتنا اللي كانت انتخاباتنا كانت واضحه وصريحه، ويمكن كنا احنا حاسبين الاصوات بتاعتنا دي قبل ما نروح، قبل ما نخش يعني الانتخابات. فربنا كرمنا يعني، هو دايما انتخابات الاهدى والاكثر تنظيما هو اللي بيكسب يعني. أكيد أكيد في الكواليس حضرتك عارف يعني الكلام كتير في داخل جدران نادي سموحة، الاحتمال كبير جدا إعادة الانتخابات، الكلام ده مظبوط ولا لأ؟ لا هو ما اعتقدش ان في اعاده انتخابات، لان انا عارف ان كان في قضيه اللي هي بعد الغاء الانتخابات، وبعد كده حصلت الاشكال، والنهارده عرفت ان تقريبا الناس اللي رفعوا قضايا كلهم تنازلوا عن القضايا عشان يبقى في استقرار داخل جدران نادي سموحه. دي حاجه كويسه يعني. ما اعتقدش اللي يرفع دعوه ده عشان يخش الانتخابات وينجح ويبقى عاوز استقرار سموحه، خلاص الموضوع خلص يعني. الموضوع حصل انتخابات ومجلس اداره جديد ونجح الحمد لله، نحافظ بقى على كيان لمده 4 سنين، مفيش حد مستفيد ان يحصل دربكه، لان لو في حصل حصل دربكه اتصال هاتفي مثلا من المهندس فرج عامل لحضرتك، خصوصا اللي انت عارف المهندس بقاله فرج عامر قاعد مده كبيره جدا، حاجه و20 سنه داخل نادي سموحه، حصل اتصال هاتفي معاه؟ خد. لا ما حصلش اتصال هاتفي بينه وبينه خالص. لا طموحك الفتره الجايه مع سموحه يا فندم؟ استقرار، الاستقرار طبعا ده اهم حاجه، وان سموحه يحقق بطولات ويحقق انجازات في الرياضه، ويبقى في سموحه يرجع سموحه النادي سموحه الرياضي الاجتماعي تاني، ويبقى في خدمات اجتماعيه للاعضاء واللعيبه كل مستحقاتها تبقى موجوده، وفريق الكره يحقق نتائج كويسه، كل الطموحات كويسه نادي سموحه. ده حاجه يعني اي حد هيقول كده ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ وليد خليني اكلمك بمنتهى الامانه، فرقه سموحه فرقه متميزه جدا في الدوري العام من اول يوم ظهرت فيه، شفنا في الانتخابات على عكس الانديه بعض الناس اللي شغاله في الجهاز كان في تأييد واضح للمهندس فرج عامر، هتعالج الكلام ده كله ازاي يا فندم؟ لا صفحه اتقفلت، ماليش علاقه بهذا الموضوع، دي وجهه نظر، انا ليا دعوه بالاداء. انا بقى اللي هيشتغل معانا اهلا وسهلا، اللي مش هيشتغل معانا خلاص يبقى هو اللي اختار طريقه، لكن انا ماليش علاقه باي حاجه. واحد كان بيأيد مهندس فرج، واحد كان بيأيدني، دي مالهاش علاقه بحاجه، دي وجهه نظر، لكن في الاول والاخر الاداء هو اللي بيحكم على الشخص يعني. بالظبط بالظبط اداؤه استاذ وليد رئيس نادي سموحه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف الف